السلام عليكم، مرحبا بكم في استمرار رقم 10 من سلسلة تمارين الدالة الأسية النبيرية. إذا التمرين يقول حل في R المعادلة الآتية: الإكسبونسيال ديال X زائد الإكسبونسيال ديال ناقص X تساوي العدد 2. إذا لنحل المعادلة، إذا أول خطوة هي تحديد مجموعة تعريف المعادلة. في هذه المعادلة راه ما عندناش إشكال، مجموعة التعريف هي R، إذا ليكون X من R. إذا المعادلة تكافئ، إذا أو ناقص إكس تساوي 1 على أو إكس، وبالتالي هذه المعادلة تكافئ أو إكس. أو ديال ناقص إكس غترجع هي 1 على أو إكس، 2 غنديها للطرف الأول غترجع ناقص 2 تساوي 0. الخطوة المقبلة غادي الخطوة الموالية غادي نوحد المقامات. إذا المقام الموحد هو OX، إذا غادي نضرب في OX، OX في OX هي OX الكل أس 2 زائد هنا 1 ما غادي نرفوها له، هنا ناقص 2، يعني خصني نضربها في ناقص 2 في OX. إذا كنلقى واحد المتطابقة هامة، إذا عندنا O ديال X الكل أس 2 ناقص أو ديال X زائد 1 على أو X تساوي 0. إذن في البسط ممكن نكتب التعبير على شكل أو X ناقص 1 الكل أس 2، هنا متطابقة هامة، يعني على شكل A مربع ناقص 2 A B زائد B مربع، B في هذه الحالة هي 1، إذن على أو X تساوي 0. إذا كنعرفو ملي كيكون عندنا خارج عددين كيساوي صفر، كنعرفو بأن المقام دائما يخالف الصفر، وبالتالي هاد العلاقة تكافئ أن أ كتساوي صفر، وبالتالي البسط، إذا المعادلة تكافئ أن البسط تساوي صفر، لأن المقام إكسبونسير دائما يخالف الصفر. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن أو إكس ناقص 1 تساوي 0، إذا أو إكس تساوي 1، يعني إكس تساوي الألين ديال 1 اللي هو 0، وبالتالي فمجموعة الحلول والعدد 0.